الرحلة الثالثة. بعد ما رجعت من رحلتي الثانية، ضليت عايش ببغداد فترة مرتاح البال بدون ما يعكر حياتي شي. بس أنا مليت من عيشة الكسل واشتقت للسفر والمصاري يلي بتجي من ورا السفر والتجارة. رجعت اشتريت كتير بضاعة وسافرت من بغداد للبصرة، محل ما استأجرت أنا وكم تاجر قارب كبير. مشي القارب فينا بالبحر من جزيرة لجزيرة ومن بلد لبلد، ونحن عم نبيع ونشتري ونكسب مصاري، لحتى بيوم من الأيام هبت ريح قوية والموج مرجح القارب يمين وشمال ويهددنا بالغرق بكل لحظة، حتى ضيعنا طريقنا. ضعنا بالبحر كم يوم بلا ما نعرف شو نعمل. بعدين شفنا جزيرة بالأفق يلي لما شافها القبطان لطم وشه وزت عمامته على الأرض وصاح بخوف، متنا وما حدا سمى علينا. سألنا القبطان شو بو، قالنا بعيش على هي الجزيرة وكل الجزر يلي حواليها أقزام متوحشين. صحيح هن قصار بس عددهم كبير وما فينا نقاومهم. ويا دوب خلص القبطان كلامه حتى شفنا هالأقزام الهمج صاروا حوالين السفينة وحاوطونا من كل جناب. كان الواحد فيهم طوله دراع، لابسين فرو أحمر وعم يحكوا لغة ما فهمناها. سيطروا على السفينة وأخذونا على شط الجزيرة. ما قدرنا ندافع عن حالنا واستسلمنا بدون مقاومة. نزلونا من القارب على شط الجزيرة، بعدين أخذونا على مكان ما منعرفه وتركونا محتارين بدون ما نعرف شو نعمل. نحن الأسيرين مشينا بهالجزيرة بلا أمل بالحياة. وبعد فترة من المشي شفنا من بعيد قصر كبير، مشينا لحتى وصلنا هالقصر. وإذ هالقصر مثل قلعة عالية واصلة للسماء. قررنا نفتح باب القصر وفتنا لبهو القصر ولقينا كومة كبيرة من عظم البشر. وقعت قلوبنا من الخوف والرعب لما شفنا هالمنظر، لدرجة انه ما حدا منا قدر يحكي شي. ضلينا بالقصر خايفين لحتى غابت الشمس لما سمعنا صوت باب القصر عم ينقفل. شفنا عملاق كبير فايت ناحنا طوله طول النخلة، إلو عين واحدة عم يقدح منها النار ونيابه طويلة وحادة مثل السكين. طلع العملاق وبحلق فينا، قرب مني ومسكني مثل العصفور بين إيديه. شافني نحيف ودشرني، أخد واحد نحيف بس ما عجبه وتركه. بعدين اطلع العملاق بالقبطان وشافه زلمة سمين، مسك القبطان ولواله رقبته ودحش فيه سيخ طويل. شعل العملاق نار وحط القبطان على السيخ وشواه. شفنا كيف العملاق أكل القبطان ورمى عظمه ونام، ونحن عم نسمع صوت شخيره العالي. تاني يوم الصبح طلع العملاق من القصر، ونحن هربنا برات القصر عم نركض على الجزيرة. تمنينا لو غرقنا بالبحر وما وقعنا ضحايا لهالغول البشع مشان ما تكون نهايتنا شنيعة. دورنا طول اليوم على مكان نتخبى فيه بس ما لقينا، ورجعنا على القصر ميتين من الخوف. رجع العملاق وأخد واحد منا وشواه مثل ما شوى القبطان وأكله ونام للصبح، وبعدها ترك القصر. طلعنا نحنا كمان برات القصر نشوف شو في بالجزيرة. واحد من التجار اقترح نرمي حالنا بالبحر ونخلص من الجحيم يلي عايشينه، وكم تاجر تانيين اقترحوا نحتال على العملاق ونقتله. أنا اقترحت عليهم نبني سفينة من خشب الشجر مشان إذا ما قدرنا نقتل العملاق نهرب بالسفينة من الجزيرة.
فرحوا التجار بالفكرة وبلشنا نشتغل ونبني السفينة لحتى جهزناها وحطينا فيها كل شي منحتاجه من أكل وشرب وربطنا السفينة على شط البحر ورجعنا على القصر والعملاق مسك واحد تالت وعمل فيه مثل ما عمل بيلي قبله نام وكان عم يشخر بلشنا ننفذ خطتنا حمينا سيخين على النار لحتى حمروا ودحشنا السياخ بعيون العملاق وهو نايم صاح العملاق وصرخ من الوجع وهاج مثل التور المجنون عم يدور علينا بعد ما عميناه بس ما قدر يمسك حدا منا مش العملاق ناح الباب وطلع برات القصر انبسطنا وقلنا لحالنا خلصنا من العملاق وخلصنا من شره فرحتنا ما طولت لما شفنا جماعة من العمالقة مختلفين بالشكل عن عملاقنا ومتوحشين أكتر منه هربنا منهم وركضنا على السفينة يلي عملناها ولما شافونا صرنا بالبحر صاروا يرموا علينا حجار كبيرة وقتلوا الكل عداي أنا واثنين بعد ما نفدنا بحياتنا من العمالقة صرنا تحت رحمة موج البحر نهار وليل وبصباح يوم من الأيام رمانا الموج على شط جزيرة كبيرة فرحنا كتير أكلنا من فاكهة الجزيرة وشربنا من ميتها وقعدنا على شط البحر مبسوطين كيف هربنا من أرض العمالقة لما صار وقت الليل نمنا على شجرة عالية وفقنا بعد كم ساعة مرعوبين وقت شفنا حية كبيرة أخدت واحد منا وبلعته وسمعنا عظامه عم تتكسر جوات بطن الحية.